اللي اليوم وصلنا للمحطه النهائيه، غادي يمكن عدد من حاملي المشاريع ديال المغاربه ديالنا اللي عايشين في بلجيكا باش يحققوا مشاريعهم اللي تختارت عليهم ثلاثه ديال الجهات، الجهه ديال طنجه تطوان، الجهه الشرقيه، والجهه ديال تازات ومنطقه الحسيمه، لان هي الجهات اللي فيها الاغلبيه ديال المغاربه المقيمين في بلجيكا. مشروع ممول من طرف الحكومه البلجيكيه بمساهمه وبشراكه مع مؤسسه الحسن الثاني المغاربه المقيمه بالخارج، وكذلك بشراكه مع المنظمه الدوليه للهجره. اذا مشروع عنده واحد الطابع ديال النموذجيه، بمعنى انه هاد التجربه هذه ولا هاد التصور هذا غادي نعملوا ان شاء الله اننا نشوفوه كذلك ونطبقوه في مناطق اخرى اللي فيها المغاربه يعني موجودين، واللي عندهم واحد الرغبه واحد الاراده قويه انهم يجيو يستثمروا في البلاد، خاصه مع هاد الديناميك تتعرفها بلادنا وهاد الامكانيات اللي موجوده وهاد الفرص كذلك ديال الاستثمار الموجوده، وكذلك هاد النوعيه ديال الجاليه ديالنا اللي تطورت، هاد الشباب ديالنا اللي ولا يعني عنده رغبه للاستثمار في البلد، وبالتالي تصورات بحال هذه غيتمكننا ان شاء الله باش نكونوا اقرب يعني بالنسبه للشباب ديالنا باش كذلك يتشجعهم على الاستثمار في بلادنا.